مهن وإبداع. واحدة من الحاجات الجميلة جدا جدا إنه نلقى حواس سودانية قادرة إنها تدخل في العديد من المجالات، تضع بصمة خاصة. والأجمل من كده إنه يعني شابات في مقتبل العمر يقدروا يقدموا حاجات مختلفة ذات نوعية استثنائية ومميزة. سعيدة جدا إنه يكون معي داخل الاستوديو دكتورة سلمى الفحل، مؤلف كتاب حنين، واليوم حنتكلم عن هذا الحنين. صباح الخير عليك. أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم سدني 24 وعلى المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بيكي، سعيدين بوجودك معنا. وبدءا يعني فكرة الكتابة فكرة جميلة، ويعني بتدي الإنسان مساحة في الحياة إنه يعبر عن كثير من الأشياء ويتكلم بلسان حال كثير من الأشخاص. نتعرف عن بدايات الكتابة عندك. السؤال التقليدي، متين بديتي تحسي إنك أنت عايزة تكتبي؟ ومن وين جاءت فكرة كتاب حنين نفسه؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً نحن طبعاً انفصلنا عن مجال الأدب من فترة طويلة، يعني التخصص بتاعنا كان علمي، متجه علمي بحت يعني، فانفصلنا عن مهارات اللغة الأدبية والكتابات والتعبير وما إلى ذلك. ما كنت ملاحظة حقيقة إنه أنا بكتب، هي كانت مجرد مدونات في البداية. يعني بفتكر كان منطلق كده، فكنت بكتب يعني شعور حسيت به لوهلة، قصة وما إلى ذلك. نعم، خواطر. عرضت الكتابات يعني في حيز بسيط مع أصدقائي، أحيانا كنت أتشاركها في مواقع التواصل الاجتماعي. أعجبت الناس، قررت أنه أنا أجمعها، لأنه كان بتذكر في مجموعة من الكتابات اندثرت كثيرة. تعرفت على أصدقاء لي، منهم الأستاذة زواهر الصديق، بوجه لها تحية من هنا. قريت لها الكتابات، الكلام ده قبل فترة ما أكثر من سنة. شجعتني، بدأت أجمع الكتابات، فمن هنا جاءت الفكرة يعني. حنين. نعم. طيب، أنت قلتي إنك أنت بديتي كتاباتك بخواطر. الخواطر دي دايما في حاجة بتكون جامعاها، يا إما إحساس معين، يا إما طريقة معينة، يا إما زمن معين، يا إما أحداث معينة بتحصل في الحياة. شنو الحاجة اللي كانت جامعة الخواطر بتاعتك دي كلها لحد ما تكونت وبقت كتاب؟ الفكرة بتاعت حنين هي مجموعة من الأحاسيس المختلفة تماما، وبتحمل رسائل مختلفة تماما. في حياة منها بتسلك نهج القصة، يعني موقف أو مشهد أو حاجة استقطبت مشاعري فبكتب فيها. أيضا يعني بفتكر مجال أحيانا زي الطب شوية مليء أحيانا بضغوطات، فكنت بفتكر أنه هو منطلق بتاع تفريغ. حنين ما بتتحدث عن شعور واحد ولا عن فكرة واحدة، هي مجموعة من المشاهد المختلفة، فقط يمكن هي بيجمع ما بين وجود رسالة غالبا في نهاية القصة أو الكتابة للمتلقي من الموضوع. طيب، حسي نحن عشان نعرف أكثر عن حنين، رأيك شنو تقري لنا نص من حنين؟ جدا هأقري لكم نص بعدوان دروس في الشوق. دروس في الشوق. نعم. وكأن أبي يعلمني كيف يكون الشوق، يصمت فأتحرق شوقا لكلامه الذي يعشقه المنطق، ويتكلم فأتحرق شوقا لصمته الذي تخشاه الهيبة. وتربع أبي وحده في أقصى نقطة بين دهاليز قلبي، وأسدل خلفه ستار عشقي، فلم أعد أرى مثله رجلا. يا سلام يا سلام. عارفة جميل جدا إنه الإنسان يقدر يعبر عن كم موقف وكم فكرة وكم موضوع، لأنه زي ما قلت لك الكاتب أو الشاعر عموما بيتحدث بلسان كثير من الناس. ممكن الآن الحاجة دي تكون مست حاجة عندك أنت وعدد كمان كبير جدا من الناس، ودي الحاجة اللي بتخلي الناس تقرب من كتابات شاعر معين أو تحب شاعر معين بالاسم. شنو الحاجات يعني دائما بقول لك مثلا احنا بنسمع انه الناس بيجيهم الهام فجأة بيمسكوا القلم وبيكتبوا. انت متين بتكتبي؟ دائما تحسي نفسك عايزه تكتبي؟ بكتب عندما اشعر بالحنين. من هنا جاء مسمى حنين. انا بدايه الكتابات اللي كتبتها واحتويتها في حنين وموجوده في بدايه الكتاب بتتحدث عن ذكريات اغلبها. غالبا ذكريات
فيها طابع من الحنين. كتبت في بداية حنين عن ذكريات في مدينة بسيطة عشت فيها يعني بلدي جبل أولياء، طابع من البساطة والحنية كذا، يعني تفاصيل الحياة البسيطة وكذا. فبمجرد ما أشعر بالحنين بكتب. بتكتب. طيب يمكن انت قلتي في بداية حديثك انك انت بديتي الموضوع ده بانك انت بتكتبي خواطر مثلا او حاجات بسيطة جدا وبتشاركيها مع الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الفرق بين الكتاب انه انت بتكتبيه نسخ بتطبع وبيشتريها القارئ وبيقراها، ممكن ما يصلك رد، يعني ممكن تديه لزول يقول لك والله انا قريت الكتاب وعجبني كده وكده، وممكن زول يمشي يشتري وانت ما عارفه منه اصلا الزول اللي اشتراه وده، وما يكون في يعني تفاعل بينك وبينه، على عكس مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتكون في تعليقات وبتكون في لايكات وبتكون في اراء وبتكون في حاجات كثيره بتحسي فيها بتفاعل بينك وبين القارئ اللي بيقرا لكي. الفرق بين ده وبين ده شنو؟ بتحسي لما كتبتي كتاب حنين الفرق كان شنو ما بين وجود كتابات حول مواضيع بتهمك انت او خواطر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما انا بدايتي كانت في مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا فعلا بيكون في منطلق اكثر يمكن للتخاطب مع العامه في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني حتى احيانا الحاجه دي اضافت ليكي فعلا فعلا جدا. يعني انا كنت مثلا كان الحيز بيني وبين صحباتي يعني او القراء اللي انا بعرفهم نقعد نقرا كده، فبعد ما اضفتها يعني هم طبعا ادوني فكره نزلي في الفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي، بقيت القى انه في مساحه للقراء اكثر، لناس ممكن افتكر انه ارائهم تؤخذ بعين الاعتبار، بلقى انه في تجاوب، يمكن ده المنطلق الحقيقي لكتابه حنين ونشر حنين. بعد النشر فعلا كان في تجاوب، لكن ايضا كان خلال مواقع التواصل الاجتماعي وايضا كان خلال الناس اللي حوالي. ففعلا يعني بعد النشر انت وجدت تعليقات على الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم وجدت تعليقات، وحتى من العامه الناس اللي انا يعني تعاملت معهم، يعني لقيت انه في اراء الحمد لله كانت محفزه، لكن فعلا المنطلق البدائي كان من مواقع التواصل الاجتماعي. طيب دائما في الحنين نفسه بيكون في حاجه احن عليك من حاجه تانية، انا عايزاك تقري لي واحده من النصوص اللي انت بتحبيها على الصعيد الشخصي. من اكثر النصوص اللي بحبها جدا يمكن كانت ثالث كتابه من الكتابات اللي كتبتها وما زلت بقراها كل يوم قبل ما انام، هي الكتابة مطولة لكن احنا حناخد منها جزء بسيط. الكتابة بعنوان ويسألونني عن العزلة، بتحدث فيها عن مبدأ العزلة ومش الانعزال وإنما العزلة وما فيها من يعني حاجات يمكن أنا شفتها تعايشت معها. عشقت الوحدة الممزوجة برائحة قهوتي بعيدا عن قهقهتهم الصادرة استهزاء بأسلوب لم أتصنعه بل بات كينونتي وذاتي. يسألونني عن العزلة وهي تعج بزخم ضحكات الطفولة ومشاكسات الصبا. يسألونني عن العزلة وفيها مرآة تعكس ابتسامة أصابها الفتور والإعياء انكسارا من قهر سببه فهمهم الخاطئ عن نفس البيضاء. يسألونني عن العزلة التي أبارح فيها أكل لحومهم إلى براح يغشاه صوت العصافير في شرفتي. ألا يكفون عن سؤالي عن العزلة؟ لا شك بأنها أصبحت داري ومستقري العزلة، وما أدراك ما العزلة. وإذا سئلت أنت أيضا عن العزلة فقل فيها ريعان من لطاف الذكريات وقطاف الأمس والحاضر وهتاف المستقبل وحب لما يعج في الذات من الإبداع، تلك هي العزلة. عارفة جميل جدا إنه الإنسان يمشي مع أفكاره، جميل جدا إنه الإنسان يمشي مع إحساسه. كثير من الناس بتتأثر بشعر معين بطريقة معينة بلون معين. تأثرتي بشخص معين في الكتابة لكاتب معين لكاتبة معينة؟ من أكثر الكتاب اللي بقرأ ليهم
الأستاذ محمود درويش والأستاذ جبران خليل جبران. يمكن ديل من أكثر الناس اللي أثروا في مجال الكتابات. بسمع عليهم كثير، كنت بقرأ عليهم كثير. يمكن لحد الآن حتى في بعض أساليب الكتابات في بعض الاقتباس أحيانا من أقوال الكتابات. بتتفقي مع الـ مع الـ مع الـ الكلام اللي بيقول إنه دائما مثلا الشاعر بيعتبر مثلا القصائد زي أبنائه، فبيكون يعني مستحضر الكلمات بتاعت الشعر والكتابات في الذهن، وفي شعراء ما بيحفظوا. انت من النوع اللي بتحفظ يوم طيب شايفاك بتشيل الكتاب؟ لانه يمكن انا ما اعرفه، بس بحس انه الخواطر بتختلف او النصوص بتختلف عن الشعر، لانه الشعر بيكون قوافي فبيبقى سهل حفظها على اختلاف الكتاب. بس انت بتحبي تحفظي في العموم ولا لا؟ فعلا في كتابات يعني بتستقطبني جدا وبحفظها، وفي كتابات هي مطولة. طبعا الكتاب أصلا يحتوي على 10 كتابات مطولة وكذا، و40 كتابة قصيرة. في بعض الكتابات القصيرة فعلا هي مفضلة جدا عندي، بحفظها وبرددها كثير. بعض الكتابات المطولة أيضا بحبها، ممكن ما بحفظها كلها، لكن أحيانا بشتاق لها، مثلا بقراها أحيانا قبل ما أنوم، بعض يعني بكون على تواصل بيني وبين الكتابات. يعني برضو بتعتبريهم زي أبنائك؟ طبعا. طيب، عارفة سلمى، يعني يمكن من خلال الكتابة أو القراءات اللي انت قاعدة تقريها لنا في النصوص، تذكرت واحدة من الكاتبات اللي يمكن أسلوبك قريب جدا من أسلوبها. هي كاتبة اسمها سعاد الصباح، كان عندها عدد من الكتابات كانت بتنشرها بعنوان شواطئ شهرزاد. الجميل انه النساء عموما كتاباتهم بتكون دائما اقرب للعاطفه، اقرب للحنين مثلا. دائما الانسان لما يكتب عن عاطفه معينه او يكتب عن شعور معين، في بعض الاحيان ممكن تواجهه في تخطي هذه المشاعر، لانها ممكن تكون مرات حزن، ممكن تكون مرات مشاكل، ممكن تكون مرات شوق. فهل فعلا الحاجة دي بتساعد، يعني الكتابة والترويح بيساعد على تخطي العقبات والمشاكل والمتاريس اللي ممكن تلاقيك في حياتك؟ طبعا طبعا. يعني أنا في بداية الكتابات لما كنت بكتب في المحيط، يعني العامة اللي حوالي، كانوا بيقول لك كيف مثلا بتلقي مساحة للكتابة مع مثلا تخصص أكاديمي زي الطب، مزدحم وفيه زخم من الإجهاد الذهني يعني. فكنت بقول لهم أنا بفتكر إنه يعني أنا برفض إنك أنت تجعل فجوة ما بين مجالك مثلا الأكاديمي أو المتجه بتاعك العلمي وما بين الملكات اللي بديك لربنا، لأنه ربنا ما بيخلق لك حاجة سعي، هي في النهاية منطلق للتفريغ. وربنا بيخلقنا دايما أيقونة متكاملة من الجمال والفن والعلم، وكل واحدة من حقها هنا هي تسقل. ففعلا كنت بفتكر أنه يمكن مجال يعني خلينا نقول طريق وعر أو نفق أكاديمي زي الطب مليء أحيانا بزخم من الأفكار والمشاعر السالبة، فعلا بيحتاج لمنطلق من التفريغ. نعم، ففعلا يعني الكتابات كنت بستمد منها القوة. كل ما شعرت بأنه في ضغط أو ما إلى ذلك، قد تستحثني أحيانا الضغوطات أنه يكون في إبداع أكثر أو إنتاج أكثر. وأيضا الكتابات بتجعلك منطلق عشان ترجع بالحياة بلون مختلف وبنفسية جديدة. بنفسية جديدة. نسمع حاجة. طيب، إذن نتحدث المرة دي من غير كتاب. من غير كتاب. طيب. نتحدث عن كتابة بعنوان جدل. جدل. هي واحدة من الكتابات القصيرة بتعبر عن مشاعر كده لوهلات. طيب. حينما اعتذرت لي تهاوى جبل من الكبرياء والغضب، كان مستقرا فوق صدري يكتم أنفاسي، واجتاحتني سعادة كانت تختلس النظر إلي عن بعد، أخافتها نيران الجدل بيني وبينك، وخر الفكر ساجدا حامدا لله على الشفاء من داء الهم. يا سلام يا سلام. طيب،
الجميل دائما في 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 الكتابة إنها ما بتجيف. يعني مثلا حتى مهنة الطب أنت بتصل عمر معين، ممكن بعد كده تبقى مزاولة الطب ما بنفس الكفاءة، ما بنفس الوجود اللي كان ممكن يكون في عمر أقل. يعني الإنسان كل ما يكبر كل ما يمكن الكفاءة بتاعته بتقل، لكن الكتابة أبدا. هو قلم، أنت بتحتاج لقلم ولورقة بيضاء، متى ما شعرت أنك أنت ممكن تكتب بتكتب. يعني الخطوات والمشاريع المستقبلية لك أنت في مجال الكتابة، والطموح والأهداف اللي أنت خدتها لنفسك شو؟ طالما سلمى موجودة إذن الكتابات موجودة. يعني نزار قباني لما سئل لماذا تكتب قال نكتب لنعيش، لأني وجدت طريقة أفضل من الانتحار. لا تخلو الحياة من الضغوطات، ولا تخلو من المشاعر السالمة، ولا تخلو أيضا من الحنين ومن المشاعر التي يعني إن أمكن تسترد مرة أخرى، وإن أمكن إن هي يعني تحتوى مرة أخرى. فبفتكر طالما نحن عايشين وطالما تجربتنا في الحياة ممتدة، إذا لا حدود للإبداع، لا حدود للكتابات أبدا. سلمى، يعني يمكن المنطلق ده منطلق جميل جدا، ووجود الإنسان في الحياة ذات نفسه بيأكد على إنه هو طالما أنت قلت الإنسان لسه فيه نفس وعايش وموجود ولسه المشاعر بتجي ولسه الحنين بيجي، أكيد في مساحة للكتاب. هل دائما حتكون مرتبطة بالحنين الكتابات، ولا ممكن ترتبط، يعني ممكن فجأة كده يتغير الإحساس عندك وترتبط بحاجة تانية؟ ممكن، ممكن جدا. يعني حتى في الكتاب، حتى في حنين، يعني يوجد مختلف يعني الأفكار والرسائل ممكن قد لا تجتمع في طابع الحنين. يعني يمكن الكتاب على اسم حنين لأنه فعلا معظم الكتابات تتحدث عن ذكريات وتتحدث عن ماضي وردي وتتحدث عن طابع من الحنين. وأيضا في كتابة موجودة متضمنة للكتاب بعنوان حنين، هي من أحب الكتابات. لكن فعلا قد لا يجمع بين طابع الحنين، وقد لا يكون، قد لا يكون مثلا يعني الحنين هو المنطلق الوحيد. نحن نكتب بأي شعور، بأي فكر نكتب. نعم. طيب ممكن أخذ الكتاب إذا بتسمح لي؟ تفضلي تفضلي. عايزين بس نعرض الكتاب. تفضلي يا إسلام. إسلام مخرجتنا، عايزة تعرض بس الكفر بتاع الكتاب وفكرة القهوة القاعدة دي. أنت مزاجي، بتحب القهوة جدا، مطبطبة مزاجك جدا. وبالمناسبة الصورة دي من غرفتي، من قهوتي اللي أنا بشرب منها قبل ما أكتب. والله دي فكرة حلوة جدا جدا. فعلا برتبط بالقهوة جدا. يعني أحيانا في حيات بنقول عليها في العقل اللاواعي مرساة، يعني بمجرد ما تشم ريحة يعني ممكن تذوق أو ما إلى ذلك ترجع لك مثلا ذكرى او يجيك مزاج معين. مزاج معين. دائما دائما اتخيل الكتاب دائما بيرتبطوا بالقهوه وفنجان القهوه، دائما عندهم يعني يمكن بدايه المسار لكتابه جديده، لاحساس معين، لمزاج معين بينقله من خلال الكتابات. دكتوره سلمى، انا بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، لكن ما هخليكي تمشي من غير ما تدينا نص اخير. جداً. او نسمع، يعني انت قلتي هسي قبل شويه انه في الكتاب بتاع حنين ذاته في نص بعنوان حنين وهو الاحب والاقرب. نعم. قريتيه؟ حنين هي كتابه مطوله جدا. بتتحدث عن حياتي من الطفوله لحد، ويعني فيها حبكات وفيها مجموعه من القصص. اذا حنين هي كتابه مطوله. لكن خلينا نذكر كتابه بعنوان اقف مثل رمح. لا شك أن الآن أبي نائم بعد الجهد والجهاد في شمس النهار، ولا شك أن الآن أمي نائمة بعد الجد والاجتهاد في ترك التفكير بي لتصل إلى مرحلة الغفوة، وأنا هنا يا أبي متيقظة الفكر متأرقة الجفن، أقف مثل رمح، مثل صرح، مثل حارس يحلس أحلامكما التي توجتني على عرش النجاح ملكة، فلتناما بسلام، وسلام عليكما في اليقظة والأحلام،
وسلام على قلبيكما الحنونين، وتعمقا في النوم وزيداني أحلاما، فوعد حق علي غدا تغدو حقيقة. يا سلام، شكرا جزيلا لك يا سلمى، وإن شاء الله دائما كل ما نلاقيك نلاقيك بذات الشعور، بذات الإبداع، بذات الجمال، بذات الرونق. شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم وإطلالتك عبر الصباحات السودانية، تشبه الصباح. شكرا لك، شكرا لك شاهد، شكرا سودانية 24 ولكل المشاهدين الليلة. وحابة أوجه رسالة لكل الشباب أو كل محبين القراءة، ما في ربط كامل ما بين المجال الأكاديمي مهما كان صعب وما بين الفن والملكات اللي بديك لربنا، كلها من حقها إنها هي تسقل وتطور، ونحن كم من الطاقات والقدرات اللامحدود وأيقونة متكاملة من الفن والجمال. شكرا جزيلا لك سلمى، وسلام عليك في اليقظة والأحلام.